السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بك يا أختي في درس جديد من دروس لتعليم ترجمة القرآن مع مريم. إذا في هذه الحلقة إن شاء الله غنوريكم طريقة باش خدمنا هاد العريشات هادو، خصوصا اللي بغاو اللي طلبوا مني البنات موديلات ديال خاص بالعرايس. يعني هذا موديل تو بروكار، انا حطيت عليه هذا الحجر هذا باش نوريكم طريقه باش غادي يخدم. اذا استعملت فيه ثلاثه الانواع ديال النبات، ثلاثه الاشكال عفوا. اذا غتشوفوا خدمت دخلت فيه هاد اللوزات هادو كيديروا درهم ونص، وهاد السلته ديال شواروفسكي هادي كتباع في الجراره اولا كنقطعوها بالمترو، وهاد السيبوره الصغيره ديال هاد اللون اللي كتشوفو كيجي رائع مع هاد الشكل ديال الطرزه، ويعني عجبوني هاد اللوان وحطيتهم فيه. هذيك الحجيره هذيك سيبوره كدير جوج دراهم ونص. لان كتشوفو هذا راس الكم، الرشمه ديال راس الكم، دان عريشه خدمناهم عامرين. وهذا الرشمه هذه انا اصلا غير نزلتها رسمتها بيدي يعني على التوب، يعني ما عنديش رسمه مرسومه. عندنا هذه الرشمه ديال الظهر، وهذا خدمته بسقلي باطو، يعني السقلي المزيان. يعني نوري لكم هاد الجرارة ديالو هي هادي. وبالنسبة لهاد الخدمة هادي فيها غير الصدر والظهر وسلتة، شتو غير ديك السلتة في الكمام، ومع ذلك راه دخلك هاد الماركة نوع ديال الخدمة كيدخل السقلي بزاف. يعني هاد البوبينة ما غاديش نخدم بها قفطان اخر بحال هذا، لان التوب ديال البروكر وهو غليظ، ويعني وفيه الرشمه ديالو من زواقه من نوفي، والتوب ديالو يعني الرشمه ديالو طالعه. ضروري الا غادي نخدمو الخدمه تكون عامره بزاف. اذا غتشوفوا هاد العريشات هادو كيفاش كنخدمهم. انا دائما كنخدم كندير الضربه الاولى كتكون رقيقه في الوسط، من بعد كنزل نقاد داك الراس ديال العريش يعني يكون مفيني. وملي كنعرض العراض دائما كنخدم بحال لو سد، يعني باش تجيني الخدمه ديالو عامره وما يتحلش ديال الخيط وما يبانش الداخل ديالو خاوي. دائما كنحاولوا نردوا البال المرمه نزيروها، زيرو الثوب. لان انتو غتشوفوا هذا العريش هذا ملي غادي نبقى ندور المرمه، يعني بعض الاحيان كيجيني واحد البلاصه كانت معوجه، كنحاول ما امكن نرجع ونزيد نصحح الشكل ديال العرش. ودائما نردوا البال لهادو تيكونوا تيكون عندهم شكل حلزوني، يعني نديروا داك الشكل ديال الحلزوني يكون رقيق. الا بيناه من الوسط من الراس ديال الحلزوني راه هذا تيجي صعيب شويه، لانني كنبدا نبقى ندور المرمى ملي كترد البال بعض الاحيان ما كيتقادش ليا، كنعاود نرجع بالمرمى ونعاود ندير ليه التصحيح. دائما ديك الدائره الحلزونيه تجينا رقيقه، وملي غادي نعرضه في العرش نديروا الخدمه ديال الحل وسد، وما نديروش ملي غنديروا حل وسد ما نديروش بحال دابا الحروف ديال الجناب ديال العرش يكون مسنن، يعني يكون يخرجوا فيه بحال السنينات. لا، نتعلم ونخدموا حل سد، وفي نفس الوقت يكون خط مست، يعني يكون مقاد في الجناب، يعني العريش يجي بحال الا مرسوم بخط، ما يجيناش فيه دوك السنينات. الاغلبيه كنشوف كينزلوهم ليا يعني تيكونوا عرشات فيهم دوك السنينات. اذا دائما باليد اليسريه كنضغط على الثوب باش يجيني التحكم بتدوار المرمى، بحال الا غادي ندير البيكار، بحال الا غادي نثبت الشوكه ديال البيكار وندور نفس الطريقه باش كنخدم. يعني عندي اليد اليسريه كنضغط على الثوب والاخر كندور به.
حتى هنا حيطلع عندي الخيط الثقل الابيض والثوب تا هو فيه الثقل الابيض والضو، جاني قاصح ندخل الخيط الليبرا. اذا انتو كنت تشوفوا دائما عندي جوج سبعان وثلاثة سبعان، ديما كنضغط على البلاصه اللي قريبه الليبرا وهذاك الاخر باش كندور. اذا هنا كمل لي السرجي، دائما نردو البال ملي غادي نجبدو المرمى، يعني حيت بعض الاحيان كنجبدوها كيتشنت في لينا الثوب، نحاول ما امكن غيب شويه. اذا هاني راني بديت من التحت وعاود رجعت للفوق باش نجيب نفس الحجم ديال الغرزه، يعني باش يجي العريس نفس الحجم. وبالنسبة اللي ما كيجيهمش العرش مقاد، يعني باقي ما متحكمين في العراض، تحريك العراض بالركبة، يعني هذاك اللي كيجيهم صعيب. غتشوفوا هذا بأنني خدمت رقيق، غادي نحاول ننزل. انا يعني كتشوفوا ملي كنمشي حتى الفوق ديال العرش، يعني كيكون رقيق، كنطلق العراض حتى الاخر ديالو، يعني حتى ما يبقاش فيه العراض، ومن بعد كننزل ونبقى نعرض غير بشوية حتى ننزل. وبالنسبة لهذا العريش هذا كتشوفوا راه هذا كيبغي الخدمة، يعني كان عريضة، وهذا كان خدمه كل شيء بحل وسد، واخا ما كتبان لكم حيت انا ما لقيتش كيفاش نصور لكم ديك الطريقة باش في الخدمة ديالها، يعني نبقى ندير حل وسد و يعني ردوا البال هنايا. وعاودت ليه الخدمة كما قلت لكم، الطوب ديال البروكار الخدمة ديالو خصها تكون عامرة باش تبان. هاد الرشامي هادو بالنسبه حيت قد اللي ترصدي قد اللي كتنبتي، حيت راه الا كاينين الموديلات غير ما كتكونش عندي الوقت ولا باش نبتهم انا براسي، حيت الاغلبيه الناس كنترصديهم وكيديو البياس ديالهم. هذا انا غير حطيت فيه داك الحجر باش نوري لكم كيفاش يتنبت بالنسبه للعروسات، يعني كاينين اللي كينبت دوك العروش كاملين كيدور لهم العقيق، وكتجي الخدمه رائعه جدا. يعني هانتي هتشوفي هذا العريش هذا ملي جيت عند البلاصه الحلزونيه، يعني حبسته ودرت رقيق. هذا محلول، هذا العرش هذا محلول اللي عندي انايا، الاخر اللي جهه معاكسه كنبداه من الجهه الحلزونيه، هذا كيجي شويه صعيب، يعني خصك ديك التقويصه ديال العرش تجي في الطوال المرمى، يعني كتجي شويه صعيبه. ممكن تشوفوا بان ملي كان كتحرك ليا المرمى وكنديرو معوج، كنحاول ما امكن نرجع ليه غير بشويه ونحاول نعاود عليه. اذا حاولوا ما امكن تركزوا على هاد العروش هادو، لان راه فيهم خدمه زوينه وكتطلع الرشمه القفطان ديالها ولا الخدمه ديالها كيطلع راقي جدا. وما نخدمش دائما بنفس، يعني ندرب على الرسم، يعني دابا انا اي قفطان كيدخل عندي يعني ما كنديرش كوبي كولي، يعني يلاه تيكون تشابه، واني دوك العريشات كيتبدلوا في البلايص ديالهم لاني كنرسمها على التوب. اذا غتشوفوا هذا العرش هذا غادي نبداه من التحت، هذا غادي يجي ساهل. جربوا هذا هو هذا اللي محلول لبل الجهة اليسرى، جربوا الخدمة ديالو لان هذا ساهل، من بعد ديروا العرش المحلول الجهه المعاكسه. اذا هاني شوفوا الصباع عندي راني ضغطت عليه باش نبقى ندور بداك الاخر، يجيني تدور دور سهل. وهاني هنا غادي نرقق، ما هنا ما غاديش باقي ندور برمجتي،
درت رقيق باش تجيني داك الدائرة ديال الحلزون اللي كنسميوها تجينا مزيانة. وهادو الوريقات بالنسبة للبنات اللي ما كيصدقوش ليهم الوريقات، يحاولوا ما امكن يخدموهم عاديين، مرة مرة يجربوا هاد الطريقة هادي. اذا مازال ما بقات يعني ما تحكموش فيها، يخدموا بالوريقات عاديين، غير يديروا الوسط ديالها عريض والراس ديال الوريقة يجي رقيق. اذا محاولة اخرى، اذا كنتمنى اختي الكريمه بانك استفدتي من هذا الدرس. وبالنسبه اللي كيخدموا باللي درا بامكانهم يخدموا هذه الطرزه هذه باليد، غير انا كنأكد على البنات اللي كيتعلموا باليد يعني اللي برموا الخيط ديال الصبره ولا الخيط ديال السقلي، لان انا عندي اختي كتخدم طرز ديال اليد، قد يعني الخيط دائما كتبرمو بحال الخيط ديال الرنطه، ما كيتبرمش بزاف. حتى انا كنشوف بعض الاخوات كيهزوا الخيط من الصبره ويديروه في الليبره وكيخدموا به. هذيك الخدمه اختي دغيا كتشنتف، دغيا كتخسر، دغيا كتخسر. يعني شحال من وحده قالت لي انا خدمت قفاطن بالطرز ديال اليد، انما ما صدقوش ليا، قالت لي صابون واحد وكان صافي، كان سالي مع القفطان. يعني كيكون ديك الصبره كتشنتف، ما الا برمتيها غير شويه كتجي زوينه. حيت بعض الاحيان كيديروا ديك البورده كتكون الغرزه ديالها عريضه بزاف، والخيط ديال الصبره ما تيكونش مبروم، راه ما كي كتجيش. اذا هو دور تعريش رققته من بعد عاودت عليه. اذا الا كنتي اختي الكريمه اول مره كتشوفي الدروس ديالي، يعني اول مره دخلتي القناه، كنتمنى انك تكوني مشاركه في القناه ديالي. والحمد لله يعني كنشوف بانكم العائله ديال القناه ديالي يعني كتبقى كتزيد. اذا نتمنى انكم تحطوا لي تعاليق في البلاصه اللي كتكون عندكم ناقصه، يعني باش ان شاء الله ملي كندير المباشر نركز معكم. لان هي رشمه كي كتشوفوها. وبالنسبه انا المباشر يعني غادي نبقى نحاول ما امكن الا يسرت لي الظروف، نبقى مع الربعه ديال العشيه، يعني الربعه على حسب توقيت جرينيتش حنا عندنا على المغرب، يعني ديك الوقيته انا ما كيكون يعني كنخدم، ما كيكونش عندي شي ديرونجمون ولا شي حاجه باش